حامد من أرض الملعب، والحقيقة إن احنا شايفين دلوقتي تسليم الميداليات ومراسم تتويج فريق النادي الأهلي وفتيات الذهب، طبعا بطلات لكأس السوبر المصري لسيدات كرة الطائرة. طبعا نروح دلوقتي لأرض الملعب علشان نستكمل مراسم التتويج ونرجع لحضراتكم مرة تانية. مع حضراتكم في تسليم او في ختام كأس السوبر المصري، وادي المهندس ياسر ادريس وحسن عابد المدير التنفيذي، وبجوارهم الكابتن او المهندس خالد مرتجي امين صندوق النادي الاهلي، بيسلموا الميداليه الذهبيه للفريق الاول لاعبات النادي الاهلي فتيات الذهب اللي حصلوا على المركز الاول والفوز ببطوله السوبر الثانيه لكأس الطايره للسيدات بعد فوزهم الساحق على لاعبات النادي الزمالك 3-2 في الاشواط. وادي لاعبات نادي الاهلي اهي، رقم 10 من النادي الاهلي زين العالمي، كل اللاعبات استلمت الميداليات. المهندس ياسر المهندس ياسر قمر رئيس اتحاد الكره الطايره، والمهندس خالد مرتجي امين صندوق النادي الاهلي. وادي مي غزال اللي كانت لسه مع زميلتنا من سالة من صالة اتحاد الشرطة الرياضي. فرحة كبيرة للاعبات النادي الأهلي، والجهاز الفني يستلم الميداليات. الكابتن إبراهيم فخر الدين، وادي كابتن محمود الوزير، وادي المدير الفريق كابتن إيهاب عبد المنعم أو اللواء إيهاب عبد المنعم، وادي المهندس خالد مرتجى بيديله الميدالية، وادي لاعبات النادي الأهلي كلهم. كتيبة النادي الأهلي ندى وليد، السربية تانيا بوكان، دعاء الغباشي، وادي بقية الجهاز الفني للنادي الأهلي. ندى حمدي رقم 5، ميار خليفة رقم 6، سلمى يوسف رقم 7، مريم ثروت وشروف، وطبعا ما لعبوش في هذا اللقاء لأن تم أصيبوا الاثنين. سارة أمين 11، مي غزال 14، 17 أي خالد، علياء هاني 18، سهيلة وفي 19، دعاء محمد 20، ليبرو الفريق نهلة جمال، وندى وليد رقم 2. ادي الصور التذكاريه للاعبات النادي الاهلي والفرحه بالاحتفال الخاص بيهم، وطبعا فرحه ما بعدها فرحه، بدايه الموسم بدايه قويه. وادي كاس السوبر اهو، كابتن شروق، كابتن شروق فؤاد كابتن الفريق، طبعا هي مصابه ما لعبتش، هي بتستلم الكاس. اهي شروق فؤاد كابتن الفريق رقم 9 واستلمت الكاس، طبعا هي كابتن الفريق واستلمته. فرحه ما بعدها فرحه، فرحه بكاس السوبر البطوله الاولى فتيات الذهب بالنادي الاهلي، تحتفل احتفال خاص بالحصول على كاس السوبر. هم اللاعبات شروق فؤاد، وادي الكابتن ايهاب عبد المنعم بيقول لهم نحتفل ونشوف الاحتفالات. وطبعا النادي سبورتنج خد المركز الثالث، ونادي الزمالك المركز الثاني، وادي رايحين طبعا يتصوروا وياخدوا اللقطات التذكاريه مع الكاس بالجهاز الفني. وادي الكابتن خالد العوضي موجود في الملعب اهو معاهم، مدير النشاط الرياضي. طبعا اكيد مجلس اداره النادي الاهلي هيكون موجود، ومجلس اداره اتحاد الكره الطايره، ياخدوا الصور التذكاريه الجهاز الفني واللاعبين. وادي محمد الغزاوي وخالد مرتجي هم واقفين ورا الفلقه مع خالد مرتجي. الف مبروك لمجلس اداره النادي الاهلي، دائما بيفرحوا الجماهير الاهلاويه اهم مع كاس السوبر. لاعبات النادي الاهلي للكره الطايره للمره الثانيه على التوالي، كاس السوبر المصري للكره الطايره. شروق فؤاد كابتن الفريق اهو، ادي مجلس اداره النادي الاهلي محمد الغزاوي، محمد الضماطي، المهندس خالد مرتجي امين صندوق النادي الاهلي، ومدير النشاط الرياضي كابتن خالد العوضي، هم واقفين ومع الجهاز الفني متوسطين بيحتفلوا مع اللاعبات بكاس السوبر المصري. طبعا اكيد هيأدوها او لروح نائب رئيس النادي المسات الوزير العمري فاروق رحمه الله. دائما الفرحة تعم النادي الأهلي من كل الاتجاهات، من كل الألعاب، سواء الكورة أو الطايرة أو اليد أو السلة. أمام حضراتكم فرحة بيحتفلوا لاعبات النادي الأهلي، والتهاني من أولياء الأمور للاعبات. وادي تانيا بوكان اللي هي كانت عنصر أساسي في البطولة أو في عنصر أساسي النهاردة في الفرحة الجماعية للاعبات النادي الأهلي.
والف مبروك، ونهدي هذه البطوله الى اعضاء مجلس اداره النادي الاهلي، والف مبروك للكابتن محمود الخطيب رئيس مجلس اداره النادي الاهلي واعضاء مجلس الاداره والجهاز الفني، كتيبه النادي الاهلي بقياده الكابتن ابراهيم فخر الدين، والى الاستوديو مره ثانيه مع الزميله مريم سميح زميلتنا، ومع ضيوفها ندى ايمن وكريم جمعه. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته، مع تحيات محدثكم دكتور مروان صالح، والى اللقاء في مباريات اخرى للنادي الاهلي وبطولات وانجازات للنادي الاهلي. شكرا معلقنا دكتور مروان صالح. والحقيقه زي ما احنا شايفين فرحة كبيرة جدا بتسيطر على فتيات الذهب من أرض الملعب وصالة اتحاد الشرطة الرياضي بالدراسة للعام الثاني على التوالي. فتيات الذهب ما قدروش ان هم يفرطوا في هذا اللقب الغالي للموسم الثاني على التوالي، أول بطولة في هذا الموسم اللي من الواضح أكيد يعني زي ما احنا شايفين كده الكتاب بيبان من عنوانه هيكون سيزن قوي جدا وموسم قوي جدا. شايفين زي ما احنا شايفين قدامنا على الشاشة فرحة كبيرة جدا، شايفين طبعا يعني بيعلوا كأس السوبر اهو، كل لعبة بتتصور مع الكأس لوحدها طبعا منفردة، إنجازات كبيرة جدا. أي لعبة بتكون موجودة ضمن صفوف النادي الأهلي ده بيضاف لتاريخها أكيد الرياضي، وبيضاف أكيد لأي حد بيفخر أنه هو يكون جزء من منظومة النادي الأهلي الرياضية الكبيرة على مستوى كل الرياضات المختلفة وكرة القدم طبعا على رأسها. شايفين أكيد فرحة كبيرة جدا، أي حد بيكون مع النادي الأهلي بيكون مراهن على أنه هو يعني هيكون صاحب إنجازات كبيرة جدا وصاحب بطولات كتير جدا بتضاف لدولاب بطولات النادي الأهلي، وبتضاف كمان للبطولات اللي بيحصل عليها أي فرد بيكون موجود ضمن منظومة النادي الأهلي. الحقيقة الفرحة دي أكيد غالية علينا كلنا كجزء من منظومة النادي الأهلي الكبيرة العريقة. الحقيقة أن احنا دايما بنفتخر أن احنا بننتمي لهذا الكيان العظيم. شايفين طبعا قدامنا هو كابتن سهيلة اللي احنا شفنا أداء ليها برضو النهاردة كبير، رغم ان هي يعني يمكن يا كابتن ندى ما شاركتش في وقت كبير من المباراة، ولكن الحقيقة دايما كابتن سهيلة بيكون ليها بصمة كبيرة. زي ما احنا عارفين ان احنا بنقول ان الفرحة بتبقى كبيرة، فعشان كده طبعا لازم يكون معانا عدد كبير جدا من اللقاءات من ارض الملعب بعد التتويج بهذه البطولة الغالية جدا. عشان كده هنرجع دلوقتي لسالة حامد مرة اخرى، وهيكون معاها طبعا المحترفة تاتيانا بوكان اللي برضو يمكن شاهدنا على ادائها الكبير جدا النهاردة يعني على مدار المباراة. تفضلي يا سالة سامعينك.